السلام عليكم. كشف وزير الرياضة عبد الرحمن حماد، صرح الوزير هذا أن ملعبي الدويرة بالجزائر العاصمة وتيزي وزو سيتم تسليمهما في الوقت الذي تم رفع فيه التجميد عن دراسات إنجاز 3 ملاعب أخرى عبر الوطن. ونأكد هنا أن التسليم انتع الزوج ملاعب تاع تيزي وزو العاصمة ملعب الدويرة وملعب تيزي وزو سوف يتم تسليمهما في قبل نهاية السنة هذه 2024، والدراسة والرفع نتاع التجميد غير عاد دراسات مش عاد الإنجاز تاع الملاعب. نأكد أنه تم رفع التجميد على الدراسات لإنجاز 3 ملاعب عبر الوطن، وأنه سيتم استلام الملعبين الجديدين دويرة والجزائر العاصمة في يعني ذات دويرة ب40,000 مقعد وتيزي وزو ب50,000 مقعد سوف يتم تسليمهما في القريب العاجل، كما تم رفع التجميد كما قلت على الدراسات الخاصة بإنجاز 3 ملاعب أخرى عبر الوطن. ويتعلق الأمر بكل من ملاعب بجاية وبثنة ب30,000 مقعد لكل منهما، وقد تم اختيار موقع انتهى ملعب بجاية إذن، وكذلك الملعب الثالث وهو ملعب سطيف ب50,000 مقعد، كما تم تسجيل وهذه مهمة جدا تسجيل برنامج لفائدة 35 ملعب تفوق طاقة استيعابهم 10,000 مقعد عبر التراب الوطني. إذن بالإضافة إلى هذه 3 ملاعب كما قلنا الذي تم رفع التجميد عن الدراسات لانطلاق دراسات نتاعهم، اللي هما كما نعاود نكرر ملعب بجاية وملعب باتنا ب30,000 متفرج وملعب الصيف ب50,000 مقعد. إذن في هذا الصدد أكد عبد الرحمن حماد أن المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشروط وكيفية منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية هذا أمر آخر، يفتح إمكانية وضع الملاعب والقاعات والمنشآت الرياضية تحت تصرف الأندية الرياضية التي تلعب في الأقسام الأولى لاستغلالها عن طريق منح الامتياز. إذن في يعني شق آخر كيف سيتم يعني أوضح أن فيه مرسوم رئاسي ليوضح طريقة استغلال هذه الملاعب والمنشآت الرياضية من طرف الفرق اللي تمنح عن طريق المنح الامتياز، إذن للفرق التي تنشط في القسم الأول. إذن يخصنا بما يخص يعني رياضة كرة القدم، فسوف الملاعب هذه بهذا المرسوم سوف تتم لها منح الامتياز لتسير هذه المنشآت الرياضية كملعب تيزي وزو وملعب الدويرة، وكذلك الحال بالنسبة لملعب الراقي وملعب ظهران. كل الملاعب هذه سوف تمنح للفرق التي تنشط في القسم الوطني الأول عن طريق الامتياز. نكتفي به القدر، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.